يعني يتم غزة ما تسويق تفعل لدحلان في غزة، وهناك صحف عبرية تحدث عن أنه مخطط أو مشروع إماراتي أنه قوى بدعم إماراتي وعلى أساس يكون دحلان يرجع لغزة. نذكر نعم. حاجة من مهم جدا هو أنه الواحد يطور قراءته، لكن إلى وقت قريب وإحنا كنا في الجامعة بعد 2006 وحتى في 2014 تم حتى أطراف سياسية مثل وصحفية وقتها الجبهة الشعبية أعتقد يعتبروا أن حماس شقت الصف الفلسطيني، شقت بماذا؟ شقت طهرت الأرض من دحلان وجماعته اللي خلى الآن بعد سنة كاملة الفلسطينيين ما يثوروش على أهل المقاومة. خمس دقائق لننهي أستاذ. يعني شوف، يعني هؤلاء يعني تعرفوا انتهوا بنا إلى أن الفلسطينيين فالفلسطينيين الآن يتحدثون على أن الجنة أقرب إليهم من مصر. شفتوا انتهوا بنا؟ نعم. لأنهم يعودون بنا إلى سمحني أستاذ المذيع اللي قلت لك قبيلة قلت لك تذكرها أخي الحسن والحمد لله، هي مريم بلقاري. مريم بلقاري تسأل على الصفحة وكتبت أنا على صفحتي تسأل تقول أين يختبئ جماعة حماس بعد العرض العسكري. على كل حال هؤلاء وأمثالهم، عمر المختار في صحيفة موالية للاستعمار الإيطالي مستخدما خائنا لوطنها ولدماء الأجداد مقال بعنوان عمر المختار زعيم العصاة في برق، هذه موالية للاستعمار الإيطالي. وكلمة ظلامي نفسها كان يستعملها جنرال فرنسي عن المجاهدين المغاربة، لأنهم قالوا اجتماعات مدمة في الليل في النهار مع فرانفيل، لكن في الليل نسميهم لينوكتورن. قبل يومين وزير خارجية السعودي نعم. قال المتمسكين الآن بالمقاومة قال متطرفين الذين يريدون فعل استقلال فلسطين، نفس الخطاب متواصل. إيه هذا شفت الخطاب هذا هذا كله محمود، لأنه الآن لماذا هي غزة كاشفة؟ لا توجد شيء يكشف الآن أكثر من غزة. يعني الذي الآن يدعي أنه نصرة القضية الفلسطينية ويفتح المجال للقنوات لقناة العربية التي تصف الفلسطينيين بالإرهابيين ويمنع الجزيرة، ما علاقته بالقضية الفلسطينية؟ ما علاقته ولا شيء. يعني الآن شوف الذي يقع هو الذي يقع، هذا ينطبق عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني يا سيد بالوضوح التام يا أيها الناس، تنبيه يا أيها الذين آمنوا، خاطب ما هوش يخاطب في الذين خانوا، يخاطب في الذين آمنوا. تعرفوا عمرو بن العاص قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال آمن أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. يعني إيمان يعني تقريبا نعم. كل التسليم بكل ما جاء به الدين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا. نعم. من يتوله منكم فإنه منهم. ما عادش تحسب روحك على الإسلام والمسلمين، تحب تحسب روحك أنت على عصير الزقوق، ولا تحسب روحك على المولد، ولا تحسب روحك على العمرة اللي تعملها في نهارين وتجيب فيها سجادة من الصين، وتحسب روحك على العيد الكبير، وتحسب روحك على المشوي. هذاك الإسلام هذاك باشي نجم يحسب ويرحم عليه. ولكن أنت أن تجد دولة عربية مثل الإمارات، يعني مثلا دولة عربية مثل الإمارات، من مول الحزب اليمين المتطرف في فرنسا؟ تقول لي أنت هو حزب من دولة من حقها باش تحالف مع حزب، الحزب هذا هو يحب يطرد المسلمين. 3.3 مليون عرب البحر الذين تفكر فرنسا في طردهم، وخطة اليمين المتطرف الواتش باراتيزم اللي تعمل بالشراكة بين اليمين المتطرف وحزب حركة إلى الأمام في فرنسا هو بتمويل إماراتي. السعودية التي كانت في الثمانينات كانت تبني المساجد وكانت تشجع النشاط الديني، وأشرف الإخوان المسلمون على نظامها التعليمي في الستينات عندما كانت ما تعرفش كوعه من بوعه. اليوم الآن يطلب منها أن تكون شرطي الخليج وتتفرج على هذه المهزلة. يعني نحن الآن من مول ساركوزي في حملته؟ من مول حماسة موله القذافي العروبة؟ من هو ساركوزي؟ اليهودي المجري أصل واليهودي ديانة. الآن المطلوب هو النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية والذي جعل هنالك ظالما ومظلوما وقويا وضعيفا ونائبا ومنهوبا. حالة استاتيكو وحالة البيساي هذه
الآن يجب أن نحافظ عليها. ولذلك وقع ضرب الربيع العربي بقوة من أجل هذه. والأكذوبة التي روجت على أن التيار الإسلامي عندما جاء يريد أن يفتك بالدولة وأخوانة مصر، هذه كلها أكذوبة الحقيقة مرت على الغرفة لوسطج، ولكن الذين قاموا بالانقلاب الحقيقي يعرفون غايتهم ويعرفون البغية من أول والد. شوف ما هو المراد، شوف أستاذ حسين، مفهوم عندما وقع 7 أكتوبر، 7 نعم. أكتوبر ثم شكون زوج أشخاص اللي أوقفوا الإنذار المبكر، نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي؟ رئيسان، نعم. كلهم هما زوج سودانيين، سودانيين شباب عطل أجهزة، نعم شباب، أجهزة الإنذار المبكر في يعني وقعت حرب سيبرانية، لأن هنالك أعداد قبل سنة على طوفان الأقصى، يديران مجموعة هاكرز أنيمو اسمها أنيموس السودان. أحمد يوسف 22 عام أخوه على يوسف، على فكرة هذوما تم اعتقالهما مؤخرا، يعني الإنذار المبكر هذا الذي وقع الذي عطل واستطاع به منظومة، نعم، الفدائيون. من الذي زود الإسرائيليين عفوا المقاومة بالطائرة المسيرة؟ محمد الزواري في تونس، هؤلاء هذا تونسي والآخر سوري. إذن ما الذي يجب أن يدمر؟ الذي يجب أن يدمر هو مفهوم الأمة عند المواطن. على ذكر الزواري، قبل أن نختم أستاذ محمد، الله يفهم أستاذ سليم، يعني أن يغبط الشهيد محمد الزواري إعلاميا سياسيا ثقافيا، أكثر مرة قلنا أضعف الإيمان رد الاعتبار، اسم شارع، اسم مكتبة، لسو أدري اسم كلية، اسم كذا، حتى يعطي صورة على ما يعدون أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، وماذا يحصل اليوم عن كيف يعد إعلامنا. نعم، حتى الشهيد محمد الزواري أول من سخر منه هو محمد بوغلاب، محمد بوغلاب اللي قال فاش قام شهيد، الفيديو موجود عند مريم بالقاضي في حلقة في مريم بالقاضي، هم الزوز فاش قام شهيد الأخبار في 8 قالت ميكانيكي. يا أخي أنا ذا نجيب فيه من عندي، هذا موثق، هذا موجود، أنا لا أتألع على الناس وما نقولش حاجة لما نثبت فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بركدا بركدا ونعاود نصنع المصدر، لأنه الصحافي الحقيقي هو اللي يعطي الأخبار المعنى، ها هو المعنى. هؤلاء هم الذين ساهموا في فيما كل إنسان أجرم في حق الديمقراطية وأجرم في حق القضية الفلسطينية. المطلوب اليوم، حتى نختم أستاذ سليم، المطلوب اليوم، أي نعم، مفهوم الأمة الدولة النيشن، نيشن ستيت، يعني أنت ولاؤك للدولة، يعني مرجع النظر متاعك للدولة، ولاؤك السياسي، يعني تكون مواليا للقانون. عندما يطرح المسلمون فكرة الأمة يتعارض، يجب أن يتعارض في ذهن من وضعوا مفهوم الأمة الدولة، يتواضعوا مع مفهوم الأمة. يعني مرجعيتك من؟ القانون، يعني الاتحاد الأوروبي عنده الحق، هو يكون البريطاني يقول البريطاني خلص من البريكسيت، يكون أي واحد من الاتحاد الأوروبي يحوس في كل الفضاء الأوروبي ويعتبر نفسه أوروبي، ولكن العربي لا يمكن به. يجب أن يصطدم مع مفهوم الدولة القانوني ناشر السيد، حتى يفهم السادة المشاهدين، يجب أن يصطدم مع مفهوم الأمة، وكأنهم يتعارضوا. يعني بما أنه هو هذا السوداني وهذا مصري والآخر قسام في 1935 انتقل من سوريا، ما يجب أن يضرب هو مفهوم الأمة، ولا يمكن وشائج الأمة، نعم، إلا بمفهوم الفردانية والأنانية وبهذه الثقافة التافهة التي تروج. ولذلك تشوف أنت الناس كيسألوهم، حتى مش يسألوهم عن القضية الفلسطينية. هذا كله الذي، وأنا جعلته عنوان هذه الحلقة، هو الذي جعل شعوبا تصل إلى مرحلة المقاومة، هو المقاومة عندها ثقافة، بينما تعجز أخرى عن المقاطعة. نحن ما نشتطلبين منكم باش تجاهدوا في فلسطين، ولا تمشيوا طالبين منكم، ولا حتى باش تعطوا فلوس، لأن تعطات وتهزت. أنا شفنا ملي فات الصليب الأحمر شنو المشكلة اللي وقعت فيه، اللي ولا زال نشوفه في منابر أستاذ سليم، منابر إعلامية الآن تعمل في إشهارات لمؤسسات داعمة للكيان الصهيوني، ما نشتطلبينك باش تقاتل، معاذ الله، قال أبو عبيدة، معاذ الله، فقط كما قلت أستاذ سليم، دعم ثقافة المقاطعة، اغتنم المزود في الإعلام، يا أخي، ما هو الخطاب الرسمي الآن دعم المقاومة،
أين تلفزتنا من هذا؟ أين إعلامنا؟ أين إذاعاتنا من هذا؟ عفوا أختم بهذه الكلمة. رهان، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هذا هو سؤالي. سؤالي لماذا يصل هؤلاء إلى المقاومة ويضحي الإنسان بأغلى ما لديه الذي هي نفسه؟ ما ثماش حاجة بعد النفس. والآخر غير قادر إلى المقاطعة. السبب حاولت أن أجيب في هذه الحلقة عن هذا السؤال، والله من وراء القصد. شكرا جزيلا أستاذ سليم الحكيمي الكاتب الصحفي من تونس، شكرا على هذا الثراء. ويبقى مفتوح النقاش طبعا، هي مواقف، ولكن مرادها ملخصها أن نحاول ما استطعنا دائما كما نقول من خلال ما يتوفر لدينا، نعرف أننا لا نملك الحد الأدنى من الإمكانيات اللي تغطي فيها الجزيرة والجزيرة، ثم ناس أخرى، الأخرى تحشم اللوطة مش واحد، ولكن نسعى ما استطعنا بإمكانياتنا في كل مرة أنه على الأقل حتى نبقي هذه الجدوى في نقاشاتنا وأفكارنا، والمنبر مفتوح مفتوح، ونحاول نراوح بين الشأن الداخلي وقضيتنا الأولى والأخيرة في فلسطين، الوضع الدولي الاقتصادي، وهذا كل بجهدكم وبنصائحكم وبتفهمكم لوضعنا، حيث يبقى منبر الزيتون للأسف الشديد هو الوحيد، هو الوحيد نقاوم في طيار جارف، والله وراء القصد. لقاؤنا تجدد معكم إن شاء الله مساء الاثنين بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، في أمان الله.